السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكونوا متابعين الفيديوهات. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن تكملة كورس السويتشنج أند بريدجنج من كورس شهير أوي سويتشنج. اتفقنا مع بعض إن جزء السويتشنج جزء ميجر كبير، في نفس الوقت برضه جزء ميجر سهل، محتاج إنك تكون مذاكر سي سي إن دي كويس جدا جدا جدا. زيه زي أي موضوع برضه إحنا اتفقنا إن لازم يكون تيك بيز كويسة جدا سي سي إن بي زي البي جي بي وكل الراوتينج، كان بيحتاج انك تكون عارف سي سي ان بي كويس. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن جزء كامل، احاول على قدر الامكان يكون في فيديو واحد، وهو جزء السبانينج تري بكل الديتيلز بتاعته بكل السبيكس. اي ريكومند ان انت لو ما كنتش مذاكر كويس سبانينج تري بالذات، لو عندك معلومه فيها لابس او اي حاجه مش متظبطه معاك في السبانينج تري، بليز وقف الفيديو وراجع جزء السبانينج تري من سي سي ان بي وارجع مره ثانيه شوف الفيديو ده. لان بنسبه 90% هنكون بنطبق عملي، مش هنتكلم نظري كتير او في الديتيلز الخاصه بالسبانينج تري. زي ما احنا عارفين احنا في سكشن سويتشنج اند بريدجنج شغالين في الورك بوك، جزء السويتشنج هو تاسك نمبر 1 او اللي هو المين تاسك نمبر 1، مكان السب تاسك بيختلف. اعتقد ان احنا النهارده بنتكلم في 18 او 19 اي ثينك. خلينا نشوف مع بعض. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الكيو ان كيو، كان موضوع جديد بالنسبه لك، شرحناه بالتفصيل وعملنا عليه لاب، سواء بقى كان كامل لحد الاخر او لا. لكن اي النقطه ان الكونفجريشن عملناها وشوفنا الموضوع بيمشي ازاي. عرفنا ان احنا نعمل برضه كيو ان كيو بي في الشانل، وازاي نعمل تانلنج للسبانينج تري او ال اي سي بي او باك بي حتى السي دي بي، بحيث ان انت لما تعمل شورت سي دي بي نيبر على راوتر ايج بتاعك او سويتش ايج يديك على طول انت دايركتلي كونكتد بالديفايس بتاعك على الجهه الثانيه. تقدر نقول ده الى حد ما هو شغل المان متروبوليتن اريا نتورك، يعني انت سمعت قبل كده عن لان وان وبي سان ستورج اريا نتورك، ما كنتش تعرف ايه هي المان. بيزيكلي يعني نقدر نقول كده ظاهريا هي دي المان، الاي اس بي او اي سيرفيس بروفايدر عامه هو اللي بيبدا يعمل لي بروفايد لي لاير 2 كونكتيفيتي عنده، سواء كان بي ام تي ال اس بي بي دبليو اس او بي بي ال اس، او كان هيعملها لي بلاير 2 تانلنج عليها كيو ان كيو، هيبقى نفس السيناريو، انما في الاخير هو بيديني لاير 2 كونكتيفيتي. يعني كلامنا النهارده ان شاء الله بقى عن السبانينج تري تاسك 18 فعلا. مينلي لازم تكون قوي جدا في السبانينج تري، انا هريفيو سريع على النقطه اللي احنا محتاجين نقولها في كل تاسك، لكن لازم تكون فاهم 100%، اقل من كده هيكون الموضوع بالنسبه لك فيه مشكله. طيب خلينا نشوف التاسك اللي بيقول اتكلم عن سبانينج تري روت بريدج الكشن. احنا عارفين سبانينج تري كان المين بيربس بتاعه او المين جول كان ان هو يوجد او يو بروفيجن اونلي وان اكتف لينك بتوين اني تو سويتشز، يعني لو عندي اي سويتشات في الدنيا هو هيبقى اكتف بار واحد بس هو اللي ما بين اي سويتش تاني، وبقيه اللينكات كلها تبقى داون. اللي كان بيعمل الكلام ده هو سبانينج تري، ثم بيبدا يعمل الكشن ل وان روت ريج، بعد كده يبدا يلكت وان روت بولز، بعد كده وان ديزيجنيت بولز بير سيجمنت، بعد كده بلوك الاذر بولز. الفول رولز بتوع السبانينج تري واضحين جدا ما فيهمش اي مشكله. خلينا نشوف التاسك طالب ايه. طالب ان انا كونفجر الانتر سويتش لينكس ما بين 1 و2 1 3 2 و4 3 و4 ان هم يبقوا 1 2 ترانك، واقفل الباقيين. يعني خلينا نطبق حاجه زي كده، نجيب التوبولوجي الاول. اي ثينك ان دي التوبولوجي بتاعتنا مظبوط، طالب ان هو اللينكات اللي هعمل عليها مارك او سيركل كده هي اللي هتبقى ترانك ما بين 1 و2 سويتش 1 و2 تبقى لينك 1 و2 يكون ترانك ما بين 3 1 و2 1 و3 بين 1 و3 يكون ترانك 2 و3 و2 3 و2 لينك كروس. لا سوري احنا قلنا حاجات 1 و2 1 و3 يبقى كده 1 و2 1 و3 قصدي 2 و4 2 و4 اعتقد لينكات الكروس كلها مش هتبقى شغاله 3 و4
نقدر نقول اللينك دي بس كده هي الترانك، يعني لينكات الكروس فعلا ما هياش موجودة عندنا في ترانك. تخيل ان اللينك دي كده مش موجودة عندنا، ولا اللينك دي كده ايه موجودة عندنا. طلب مني بعد كده ان انا اعملها كلها ترانك. هكونفيجر سويتش فو از بي تو بي سيرفر، نكتب على الرسمة سويتش فو ده هيبقى سيرفر. بدومين سي سي اي اي و2 و3 و1 ده هيكون الكلاينت. هنكونفجر في لان اساينمنت عادي، لحد هنا مفيش مشكله. بعد كده بقى قال لك جزء البي تي بي روت بيج، سوري سبانينج تري روت بيج، نشوف الموضوع ده. لكن خلينا نبدا نعمل الكونفجريشن بتاعتنا، نقومها على السيناريو ده، وبعد كده نبدا نشوف اللي طالبه ايه. يعني ده هيكون بي تي بي سيرفر والانترفيس دي هتبقى شغاله عندنا. خلينا نجيب سيكوس سوري switches، نجيب ال base configuration، زي ما اتفقنا ال interface بتاعتنا، أعتقد كان عندي كده. على الانترفيسز انا بقوم التوبولوجي بحيث ان هي تكون شبيهه بالتوبولوجي اللي هو طالبها كده. انا قومت اللينكات حتى الكورسات على فكره، يعني لازم بقى نرجع نوبتمايز التوبولوجي على السيناريو اللي هو عايزه. يعني هاجي على سويتش واحد، سويتش واحد هنعمل عندي شوت داون الانترفيس 4، انترفيس ايثرنت 4 بلس 0 شوت داون، وعندنا سويتش 2 انترفيس ايثرنت 3-0 شت داون، وعندنا 3 انترفيس ايثرنت هيبقى 3-0 برضه شت داون، و4 هيكون عنده 2-0 انترفيس ايثرنت 2-0 شت داون. كده انا وصلت للرسمه اللي هو عايزها. سويتش 4 عايز يكون في تي بي سيرفر، في تي بي مود سيرفر، بي تي بي دومين سي سي اي اي، وطلب ان الفي لانز كلها نعملها ديستريبيوت. ناخد الفي لانز وبعد كده نعمل الاساينمنت بتاعتها كده. نرجع الناس كلها بي تي بي مود كلاينت، بي تي بي مود كلاينت، سويتش 2 برضه بي تي بي مود كلاينت، بي تي بي مود كلاينت. كده خلاص الجزء ده مش محتاج منه حاجة. نبدأ نassign VLANs بقى لكل switch للناس اللي فيه. نكونفيجر switch 1 VLANs بتاعته، نتأكد بس دي show VTB stats VLANs كلها أصبحت موجودة عنده مظبوط. interface ethernet 0-1 switch port no shutdown switch port no access switch port access VLAN 143. ده الكونفيجريشن مكررة، موضوع بسيط. Interface Ethernet 161 no shutdown switch port switch port node access VLAN 15 خلاص خلاص switch down switch 2. Interface range Ethernet 0-0 Ethernet 2-0 no switch port no shutdown switch port node access switch port access VLAN 20. كده 0-2 مظبوط. كل طلع رسالة بيقول لي ان 2-0 احنا استخدمنا الكوماند غلط سوري يا جماعه. والرينج ده كده انترفيس ايثرنت 2-0 هو سويتش بورت، سويتش بورت مود فان عادي، شت داون نو شت داون كده. interface range ethernet 0-0 ethernet 0-2 switch port no access switch port access delay 20 no shutdown. I can do show run this ethernet 0-0 no interface
في بيج اي كوميرس اثنين على زيرو نود سويتش بورد اكسس ايفنت ماشي اوكي نبدأ نقول له انتر بيج ايفنت واحد على اثنين سويتش بورد نود ران سويتش بورد نود شوت داون تمام خلاص ده الانترفيس انترفيس ايثرنت واحد على زيرو سويتش بورد سويتش بورد مود اكسس ده فيبان ده برضه نتحرك السويتش ثلاثة انترفيس واحد على واحد سويتش بورد مود اكسس فيبان خمسة بس في النت يطلع على زيرو سويتش بورد في لان 43 خلاص سويتش 3 كده سويتش 4 في النت واحنا على زيرو سويتش بورد سويتش بورد مود اكسس الديزاين كام؟ واحد أربعة ستة كده ما عادش عندنا مشكلة في أي حاجة الراجل في بيزك كان مكتوب دي ما بين الناس كلها وبعضها الراجل في سويتش أربعة دي شو انترفيس ترانك عندي فعلا اتنين انترفيس ترانك اللي هي تلاتة على زيرو أربعة على زيرو مظبوط لسه الدي لانز على أربعة على زيرو أي ثينك إن في مشكلة كده في أربعة على زيرو دي شو سبانينج تري دي لان يعني أربعة على زيرو لسه في مرحلة اللوكينج كفاية ممكن يكون عشان جزء الروت بريد عملية الروت بريد شغالة فين وأفضل مسار هو إيه لوكينج يعني كده في حاجة خلينا نكمل على سويتش تلاتة وشو انترفيس تران خلاص كفاية ده الراجل عنده ما عندوش مشكلة يبقى اللينك اللي هنا دي كانت فيها لينك الترنت واللينك التانية هي الفورورد لينك نتأكد إن في بيزك كونكتيفيتي راوتر 6 كان عنده راوتر ستيك انترفيس ايثرنت ايثرنت 0 على 0 نو شت داون انترفيس ايثرنت انكابسوليشن بتوعهم كيو 7 ايثرنت كابسوليشن 1 كيو 6 ان اي بي ادرس تمام انا مفترض دلوقتي ان انا اقدر عندي بيزك كونكتيفيتي من الناس كلها لو وقفت راوتر واحد بينج على 155 واحد 4 تمام شايف 4 عادي منفترض اشوف صفر دلوقتي خلاص كده ما عنديش مشكلة وراوتر أربعة منفترض اشوف باك بون بينج على 204 12 1 4 كده البينج عندي كله مفهوش مشكلة أنا عندي بيزك كونكتيفيتي أيوة عند الناس كلها نشوف التاسك بتاعنا طالب إيه بيقول لك كونفجر سويتش 1 أز بانينج تري روت بريدج فور أول أكتيف فيلانز يعني أي فيلان موجود عندنا في الماتريك يبقى هو الروت بريدج بتاعه في حال ان سويتش واحد وقع سويتش اربعه هو اللي هياخد الروت بريدج لكل الاكتف في لانس يبقى برايمري في لان وسكندري في لان يمكنك تعملها يا اما بالكوماند الماكرو يا اما بالكوماند سبانينج تري في لان تقول الفي لان اللي عايزها وروت برايمري وتيجي عند سويتش اربعه تعملها سكندري وكان هو في ابلاي فاليوز 24000 كسر كتير او الفاليو الثاني 28000 سكندري او تستخدم برايورتي 4096 تاني يبقى زيرو مفيش اي مشكله ايا كان السيناريو هما الاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه طب بالنسبه لي سي سي اي اكزام طالما انه ما قالكش استخدم سيناريو معين يعني ما قالكش مثلا تأديت الكلام ده بالبرايورتي ما قاليش اي حاجه يبقى ليك الاختيار انك تبدا تعمل اللي انت عايزه خلينا نروح نفتكر حاجه زي كده سويتش واحد عايزين نشوف مين حاليا هو بريتش تو سبانينج تري
لاي فيلان بالنسبه لجيم واحد، وتلاحظ ان فيلان واحد هنا هو حاليا سويتش واحد هو الروت بيج ليها. طب بالنسبه مثلا لفيلان 10 هو الروت بيج، هو الروت بيج لكل الناس، مفيش اي تشينج في النتورك. هو عايز تأديت في الكلام ده يبقى هتقول له ايه اكزيت سبانينج تري، لكن هو اوريدي هو الروت بيج، احنا بنتكلم ان احنا عايزين نحط له اولويه عن كل الناس. سبانينج تري فيلان، نحط كل الفيلانز اللي هي من 2-1 لحد 1001. روت يو كان تستخدم كلمة برايمري أو سكندري، كان هقول له برايمري، وأجي عند سويتش 4 أبدأ أقول له سبانينج تري لفيلان 1001 روت سكند. كده ما عادش عندي مشكلة ومفيش أي حاجة هتحصل في النتورك. أنا جيت دو شو سبانينج تري، مش شو سبانينج تري لأي فيلان، هو ستيل هو الروت بريدج كل بورت قبل يجي فورورد. إنما لو حصل إن الراوتر السويتش ده لو وقع أو الكونكتيفيتي بتاعته حصل فيها مشكلة، يعني ما كانش لازم أقول له انترفيس إيثرنت، خلينا نقول له رينج إيثرنت 2 على 0 إيثرنت 3 على 0 قلت له شت داون. من المفترض إن أنا ألاقي حاليا سويتش 4 هو بقى الروت بريدج دو شو سبانينج تري لكل الفيلانز، لسه ما خدش البيج. يبدأ يحاول البوت بتاعته، يبدأ يحس ان هو الروت بيج. دوش هو ران انكلود سبانينج. انكلود. اوكي. طلبت حاليا بدو شوز فلان في فيلان اي في فيلان عامة this bridge is zero. كده اصبح الكود بتاعه بيتحول ايه لمرحلة ال layer. طبعا احنا عارفين اللي بيأخر ال spanning tree في conversion بتاعته هي عملية ايه ال port to forward، بيقعد من disable لحد ال forward بيقعد 30 ثانية لو في حال ان هو direct failure. انما لو هو indirect failure بيبدأ ياخد كام ثانية؟ بيبدأ ياخد 50 ثانية و 2 seconds والهالو مسج لا اوبشن، مش في كل الأحوال. يبقى بتتكلم من 50 ل 52 ثانية، ده وقت الـ conversion speed الـ direct failure. إنما في الـ direct failure بيوصل لحد 30 ثانية. طيب فإحنا كده خلاص نرجع الدنيا تاني زي ما كانت، نقول على سويتش واحد من شت داون، نفترض ياخد هو جزء من الـ page. أوكي فإحنا كده خلصنا التاسك ده. طلب مني بعد كده بيقول لي اعمل لود بالنسبة لجزء اللود بالانسنج والكوست كوست. بيقول لي استخدم الـ spanning tree كوست، هو حدد لي هنا اهوت التاسك بتاعي احله ايه. تو موديفاي لاير 2 ترانزيت نتورك بحيث ان الترافيك فور اول اكتف فيلان. خلاص لحد هنا انا مش قلقان من اي حاجه. من سويتش 2 لسويتش 1 نبص على الماب بتاعتنا كده، بحيث ان يكون من سويتش 1 لسويتش 2 زي ما قال استخدم اللاست لينك بين سويتش 2 وسويتش 4، يعني ما بين سويتش 1 وسويتش 2 يعني الترافيك هنا كده بيتكلم على الجزئيه اللي هنا. يستخدم اللينك لاست لينك بين سويتش 2 وسويتش 4، اخر لينك بين 2 و 4. احنا في الاساس عندنا هنا اكتر من لينك ايثر شانل، تمام؟ يعني ما بين السويتش دي وبعضها كده في ايثر شانل، ثلاث لينكات، لينك 1 لينك 2 لينك 3. هو عايز الترافيك ما بين سويتش 1 وسويتش 2 ياخد ترانزيت لينك اخر لينك هنا اللي ياخد لينك رقم 3. يبقى لازم نفهم كويس عمليه الروت بيج بتحصل ازاي. ان زي مثلا بمعنى اصح هو عايز راوتر 2، ركز مع بعض، راوتر 2 مثلا اللي هو فيلان 22 هو مش هياخد بره. عندنا راوتر مين؟ راوتر 4. راوتر 4 عشان نبقى نعمل جزء التست، يعني راوتر 4 لما يعوز يروح للراوتر ده بيبدا يخرج منين؟ بيبدا الراوتر ده يطلع ليه الاكسس بورت بتاعه هنا مثلا الانترفيس ده، ويبدا الراوتر سوري سويتش 2 يبدا يبص على الديستنيشن ماك ادرس اللي هو المفترض الماك ادرس بتاع السويتش ده. خلاص من المفترض انه هيتعلم الماك ادرس ده على افضل بورت عنده اللي هو مين، هيبدا يطلع على الروت بورت بتاعه. المفترض ان الروت بورت عند سويتش 2 هو 2 على 0 لان الروت بيج هو سويتش 1. نتيجه ان الكوست اتحسب ازاي؟ سويتش 2 عمل الكشن على كل لينكس اللينكات اللي هنا واللينكات اللي هنا، لان الكوست من هنا الانترفيس ده ايثرنت مثلا، لو الانترفيس ده ايثرنت يبقى الكوست 100 مظبوط كده، ومن تحت يبقى فينا 100 زائد 100 زائد 100 كمان، ده لو هو عشان يوصل للروت بريدج او هيبقى هنا التوتال 200.
يبقى مين اقل؟ هو ده الروت كوز. عشان نقول ان الترافيك ما بين سويتش واحد وسويتش اتنين يترانزيت اخر لينكه من تحت هنا، ساتش از مثلا راوتر واحد وهو بيكلم راوتر اربعه، وده ترافيك بيترانزيت سويتش واحد وسويتش اتنين. احنا المثال اللي فات ده كان مش هيفيدنا جامد، لان باك بون 3 وراوتر كام؟ راوتر اربعه ما بيطلعوش اوريدي، يعني هو كده برضه بيطلع على سويتش واحد وسويتش اتنين، لكن التست هيبقى صح نقدر نشوفه كويس من راوتر 4 لما يعوز هو بيلم 146 كده. راوتر 4 لما يعوز يطلع بيطلع على الايدج بورت بتاعه، ايدج بورت بيطلع على الروت بورت. الروت بورت من هنا، ركز مع بعض كده، هتلاقي ان الكوست من هنا زائد الكوست من هنا بيساوي الكوست من هنا زائد الكوست من هنا، صح؟ يعني لو جينا عملنا كده كنترول ان فتحناها مره ثانيه نتكلم مع بعض، ادي راوتر 4 ودي راح يكلم راوتر واحد، مظبوط. اللينكات اللي عندي في الرسمه كلها ايثرنت، ايثرنت يعني 10 ميجا في الثانيه، يعني الكوست بتاعها بيساوي 100. اوكي، يبقى كده كده الترافيك هيطلع من هنا لحد سويتش 4. سويتش 4 من المفترض يبدا يبعت الترافيك ويبدا يحسب البورت بتاعته بناء على الرول بتاعته في السبانينج تري. المفترض انه هيكون عنده بورت روت فورورد وبورت تاني ديزيجنيتد. لما يجي يحسب روت فورورد بتاعته، يا اما ده يكون روت فورورد يا اما ده يكون روت فورورد. احنا اتفقنا ان اللينك ديت مش موجوده. هيجي يحسب الكوست، لو جه يطلع من هنا الكوست هيساوي كام؟ 100 زائد 100، تمام كده. ولو جه يطلع من تحت من هنا هيساوي كوست 100 زائد 100 كمان، يبقى كام كده؟ اصلهم متعادلين. يبدا يعمل ايه لما الكوست يتعادل؟ يبدا ياخد لوست بريدج اي دي. لو سويتش 2 هو لوست بريدج اي دي عن سويتش 3، هيبقى البورت دون هو اللي هيبقى روت فورورد. اقدر اعرفها ازاي؟ لو عملنا شو على سبانينج تري على سويتش 4 بالنسبه ل 146، نقف عند سويتش 4 دو شو سبانينج تري في لان 146، هلاقي ان هو عنده 3 بورتس، الاثنين الاساسيين اللي هم كام؟ 4 على 0 و3 على 0، وهم الاثنين دول. الروت بورت هو مين؟ الروت بورت عنده هو 3 على 0. فين بورت 3 على 0؟ ده بورت 3 على 0. ومن المفترض نبدا يكمل الكلام ده لحد الاخر عنده، يبقى روت بورت كده 3 على 0، الكوست بتاع الانترفيس ده 100. هوصل عن 3 على 0 هيبقى هناك في كوست 100 كمان. انما 4 على 0 معمول بلوك. ليه؟ يبقى اكيد سويتش 3 البريدج اي دي بتاعته اقل من سويتش 2. نعرفها ازاي؟ نقدر نخش نشوف عند سويتش 2. لو رحت عند سويتش 2 كده تقول شو سبانينج تري، هتلاقي ان حضرتك ان الماك ادرس هنا AA BB اخره 0700، وعند سويتش 3 فوق تقول شو سبانينج تري. سوري، احنا كنا بنبص على البريدج اي دي هنا سويتش 2، هنبص هنا كده ده 0800 وسويتش 3 0900 في الاخير هنا، يبقى 0800 اقل من مين؟ 0900، يبقى الفورت دوت هو الافضل بالنسبه لي. اوكي، يبقى خلاص احنا عرفنا كده ان على الرسمه بتاعتنا ان الفورت هيكون مين فورورد؟ نتلت ده كده، الفورت بتاعنا هو ده الروت فورورد. يبقى الترافيك بتاعي عشان يطلع وياخد سويتش 1 وسويتش 2 بيطلع على الانترفيس ده. طب تخيل معايا بقى في الحاله دي، لو كان اللي هنا كده في 3 انترفيس، ماشي، 0 على 1 زي مثلا، 0 على 2، 0 على 3. اوكي، هو كده كده هنعتبر ان الاثنين تحت دول ده كده وده كده بلوك، ماشي. هنفترض وهنبدا ناخد الكوست، هتقول طب انت افترضت الاثنين دول ليه؟ ممكن يكون اثنين لفوق، كل واحده من دول الكوست بتاعها ب 100، ماشي. يعني لما يجي سويتش 4 مرة تانية يقارن من فوق من هنا، لقى الكوست بكام؟ 100 زائد 100، مظبوط. وجه على كل لينكة من تحت من هنا 100 زائد 100، يعني كل المسار برضه من تحت ب 200. خلاص هيبدأ ياخد لوست بريدج اي دي. مين لوست بريدج اي دي؟ طلع سويتش 2 أقل من سويتش 3. حلو، طب لما نيجي نفاضل بقى أي لينكة من دول تشتغل، هنبدأ ناخد مين؟ هتقول لي لوست بريدج اي دي ما أصبحتش تنفع معايا. ليه؟ لان هما الثلاث لينكات رايحين لنفس السويتش لنفس البريدج اي دي. طب نبدا ناخد لوست بورت اي دي. لوست ايه؟ بورت اي دي يعني الاقل في رقم البورت. يعني بتقول لي 0 على 1، 0 على 2، 0 على 3، هقول لك لا مش دول خالص،
انا ببدا ابص على الاب ستريم سويتش، يعني لو هنا 0 على 2 0 على 3 0 على 4 هبدا اخد مين اللوست اللي هو 0 على 2. وكده كده احنا عارفين ان البورت اي دي مكون من حاجتين، برايورتي which ان هي باي ديفولت بتساوي 128 والاي دي بتاع السويتش. فطبعا احنا البورت اي دي مش هنقدر نغيره لو احنا عايزين نمانيبيوليت الكلام ده، هو باي ديفولت هيختار 0 على 2. لو انا عايز اخليها على 0 على 4 يبقى نخش تقلل البرايورتي بتاعت 0 على 4 عن 128، وبالتالي الترافيك ترانزيت اللينك اللي تحت وما يبقاش فيه مشكله في المسار زي ما هو طلب كده. انما احنا مش هنقدر نعمل حاجه زي كده عندنا في الكونفجريشن لان احنا ما عندناش ايثر شانل ما بين سويتش 2 وسويتش 4، انا عامل لينك واحده بس لان الايثر شانل في الاي يو زي ما اتفقنا وقلت لكم في الفيديو اللي فات واللي قبله ان هي بتخرب، يعني بتعمل مشاكل كتير. ممكن نبقى نعملها مع بعض الفيديو كده ووريك المشكله اللي بتطلع من ورا الايثر شانل. طيب يبقى فهمنا خلاص ان انت استخدم جزء الكوست وانت استخدم جزء الايه البرايورتي. هو في التاسك هنا طلب ايه؟ في التاسك طلب قال لي استخدم السبانينج تري كوست مش بورت برايورتي. ركز كده، التاسك طلب ايه؟ كوست. يبقى انا ساعتها هعمل ايه؟ طالما ان اللينكات دول ثلاثه شبه بعض هو عايز نغير الكوست، لو عايزه يمشي على اللي تحت غير كوست اللي تحت. خلاص؟ دي كوماند تخش على انترفيس، انترفيس ايثرنت 3 على 0 مثلا، سبانينج تري في لين كذا كوست، سوري سبانينج تري كوست كذا. يعني تقدر تعملها بالطريقه ديت لو دخلت على اي انترفيس، سبانينج تري كوست، زود حط قيمه الكوست اللي انت عايزها للانترفيس. طبعا بتنطبق على كل الفيلانز اللي بتعدي على الانترفيس. اوكي فهمنا التاسك ده كان عايز ايه. التاسك اللي بعده طلب مني ان اعمل اغير الكلام ده بورت برايورتي يوزنج سبانينج تري بورت برايورتي. انا احدد لي ايه بورت برايورتي اللاير 2 ترانزيت نتورك بحيث ان الترافيك ما بين سويتش 4 وسويتش 1. نركز مع بعض كده، كنترول ان جيب سويتش 4 وسويتش 1، سويتش 4 وسويتش 1 يعني ترافيك ما بين السويتش ده والسويتش ده، ما بين سويتش 4 وسويتش 1 ياخد يعني ترانزيت لاست لينك بين سويتش 3 اند سويتش 4، سويتش 3 اند سويتش 4. يعني ترافيك لما سويتش 4 يعوز يكلم سويتش 1 الترافيك يمشي مبدئيا اصلا من هنا. هو في الاساس كان عندي هنا ثلاث لينكات، هنا اللينك الثالثه اهي تمام. هو كده كده اصلا الترافيك حاليا بيخرج منين؟ من الروت فورورد من هنا. يبقى مبدئيا عشان تحول الترافيك انه يخرج من هنا لازم تخلي السويتش 4 يبدا يشوف مين الروت بورت، يبدا يشوف البورت دوت او الثلاثه بورت دول كايه؟ كروت بورت. ماشي؟ يعني هعمل ايه؟ اعلي الكوست من هنا، يعني لو عليت كوست الانترفيس 3 على 0 هيبدا الترافيك يمشي من هنا، وساعتها هيبدا بقى يختار اللينكه دي او اللينكه دي او اللينكه دي. لو الكوست بتاعهم هيبقى متعادل زي من غير اي تشينجز بالنسبه لي، الكوست بتاع لينكه واحد ولينك 2 ولينك 3 هيبقوا متعادلين، فاضل ما بينهم ازاي؟ بالاب ستريم سويتش. هتلعب في البورت برايورتي لاي انترفيس انت عايزه زي ما التاسك بيقول. يعني مثلا بيقول لك هنا هو عايز الترافيك يمشي على اللاست لينك، في حاله ان اللاست لينك ديت يعني مثلا 0 على 1 يفيل اوفر للسكند لينك بتوين سويتش 3 وسويتش 4. يعني لو على الرسمه بتاعتنا يبقى مثلا سي هو اللينك دي هو اللي واخدها اكتف، اعمل السكند برايورتي تكون دي والثالثه تكون دي بحيث ان هو دي المين لينك. لو وقعت هيبدا ياخد اللينك دي، لو وقعت هيبدا ياخد اللينك دي. طبعا هيديت الكلام ده فين؟ في البرايورتي للاب ستريم سويتش مش للسويتش نفسه اللي انا واقف عليه. اوكي بدا يقول لي اعمل سبانينج تري كونفرجنت تايمر. طبعا احنا عارفين التايمرز الديفولت بتاعت السويتش هو 2 سكند للهالو مسج، والفورورد ديلي تايمر هو 15 ثانيه اللي هو بيتحرك فيه من الليسن للليرن من الليرن للفورورد، يعني هو 15 و15 ثانيين. والماكس ايج بالنسبه للسويتش هم 20 ثانيه، ده الديفولت بتاعي. وعارفين عشان تشينج تايمرز لازم اعملها تشينج، مش لازم اعملها على كل السويتشز، ده يكفي ان انا اعملها على الروت بيج بس لانه بيبعتها اساسا جوه البي بي جي كونفجريشن مسج. اوكي هنا طلب مني ان اكونفجر سويتشز بحيث انه يعمل بودكاست للهالو مسج كل 3 ثواني، يبقى انا هغيرها من 2 ل 3. لما نيو بورت يبقى اكتف يستنى 20 ثانيه before transitioning to forward state. هنا تبقى الى حد ما تريك، يعني انا هنا مش هعمل فورورد ديلي 20 ثانيه، هو طلب مني ان اعملها 20 ثانيه، لا انا في الحاله ديت هو طالب كام؟ الترانزيشن من البلوك للفورورد كلها تبقى 20 ثانيه، يعني الفورورد ديلي يبقى كام؟ 10 و10، انت من ليسن للليرن يبقى 10، من الفورورد سوري من الليرن للفورورد يبقى 10 كمان، يبقى التوتال 20. يبقى انا هعمل الفورورد تايمر او الوقت
فورورد بلاي تايمر هيكون 10 ثواني، وزي ما اتفقنا الهيرو 3 ثواني. هنا بيتكلم سويتش داز نوت او دونت هير ا كونفيجريشن مسج لمده 10 ثواني، يبدا يعمل ايه؟ سوري، يبدا يعتبر الكلام ده ديد، هيتعمل يتعمل ماكس اي جي كام ثانيه؟ 10 ثواني. اوكي، الكونفيجريشن should impact all current active VLAN واي VLAN تضاف بعد كده، يعني هعملها على all VLANs واعملها على bridge. اعمل الكلام ده فين؟ عند switch واحد، لان هو current bridge which is spanning tree. متاكد ان هو فعلا bridge. just انا هبدا اقول له spanning tree بالنسبه لل VLAN 1 ل 1000 2 1001 سوري. تايمر، التايمر عندك هتلاقي ان انا عندي الفورورد ديلاي، الفورورد تايم، والهالو تايم، والماكس ايج تايم. فانا هبدا اقول له الماكس، احنا اتفقنا الماكس ايج كان 10 ثواني، والفورورد تايم برضه 10 ثواني، والهالو مسج الهالو تايم بتبقى كل 3 ثواني. دول شو سبانينج تري، اتاكد ان ظبطها. هتلاقي ان الهالو تايم فعلا الماكس ايج 10 ثواني، الفورورد ديلاي 10 ثواني. لو رحت عند اي سويتش تاني هلاقي ان هو فعلا التايمرز بقت مظبوطه، لان اللوب ايج بيبعتها لكل الناس. طيب سبانينج تري بورت فاست، هتلاقي ان هنا بيسالني بيقول لي كونفيجرنج سبانينج تري بورت فاست، استخدم الفيتشر ديت على السويتشز بحيث ان البورتس الكونكتد للانترنال والاكسترنال راوترز، يعني كل البورتس اللي راحه للراوتر، دونت هاف تو ويت فور سبانينج تري ليسننج وليرننج فيلد. يعني احنا عارفين ان كل البورتس عشان تتحول من بلوك لفورورد لازم تقعد 30 ثانية، 15 و15، بما ان عدينا التايمرز هنا تبقى 10 10 يعني 20. لو جبنا التوبولوجي بتاعتنا، ايه لازمته ان راوتر 2 مثلا لما يعمل شت داون، ان هو شت داون يقعد 20 ثانية لحد ما يبدا يفورورد الداتا؟ فكان في فيتشر اسمها بورت فاست عامل لها انيبل على الديفايسز اللي مش بتبعت بي بي دي يو، عشان تختصر الوقت، تعمل شورتن للتايمر من 20 ثانية، او اللي هو الديفولت بتاعي 30 ثانية لزيرو سكند، يبدا يكونفيجر يبدا يفورورد على طول دايركت. نشوف نكونفجر الكلام ده، عايزين ناخد لها تيست. لو انا عملت دلوقتي راوتر 4 خليته يبنج على راوتر 1 وهعمل له شت داون، شت داون، وعايزك تشوف الوقت اللي هياخده على ما يكون مره ثانيه هيكون قد ايه. يعني خليني اروح عند راوتر 4 بنج على 155.1.1.4.6.1 ريبيت كده، بنج شغال. خليني اروح عند راوتر 1 كونف بي انترفيس ايثرنت 0/1، اعمل له شت داون. افترض راوتر 4 البنج هيقف، سوري، احنا هنقول نروح عند سويتش 1 انترفيس ايثرنت 0/1 شت داون. افترض البنج وقع دلوقتي، تمام كده. لو رحت عند سويتش واحد مره ثانيه قلت له نو شت داون، هلاقي ان البنج مش هيرجع مره ثانيه، هنشوف ضيع قد ايه، هيضيع وقت كبير شويه، البنج لسه ستيل واقع. لو عايز تحسب التايمر بتاعه كان احنا لو عند سويتش واحد وشو سبانينج تري في لان 6، لان الانترفيس بتاعه لسه في مرحله الليرن دلوقتي، مرحله الليرن، تو دو ديباج سبانينج تري ايفنت، هيطلع لي ان هو هيتحرك كده، راح لمين؟ لمرحله فورورد. دلوقتي ترجع تلاقي راوتر 4 البنج بتاعه رجع تاني. الكلام ده كله اخد تايمر بالنسبه لك، هو التوتال هيبقى 20 ثانيه. طب انا عايز اشورتن التايم ده كله، انا هروح دلوقتي عند سويتش 1 وابدا اقول له ايه؟ خليني اقول له شت داون، بس هقول له سبانينج تري بورت فاست. اوكي انتر، بدا يطلع لي كلوجر كات ام بي وورنينج، يقول لي بورت فاست ما تعملهاش انيبل على انترفيس ترانك، هي تعملها انيبل بس على الانترفيس اللي هي مش ترانك، لان الانترفيس 0/1 ده اكسس، يبقى مفيش مشكله. طيب دلوقتي احنا عند سويتش واحد، خلينا احنا عاملين ديباج للسبانج تري ايفنتس، لما اقول له نو شت داون شوف هيتحول لفورورد في خلال قد ايه. لاحظ انه جامب تو فورورد فروم بلوكينج، راح على ايه؟ راح على الفورورد على طول من غير ما يقعد اي وقت، وبالتالي تقدر حضرتك تبنج عليه من غير ما يبقى فيه مشكله. يعني عملت دلوقتي اقول بنج شغال، روح عند سويتش واحد اعمل له شت داون، عند راوتر 4 البنج وقع، عند سويتش 1 خلينا نقول له نو شت داون، تلاقيه تحول من بلوك تو فورورد على طول. راوتر 4 مره ثانيه البنج اشتغل من غير ما ينتظر الوقت بتاعه. يبقى انا كده ايه؟ تقدر تستخدم بورت فاست. البورت فاست وانس انت بتعملها لازم انيبل على بورت. خد بالك من نقطه مهمه، نعرف شويه اوبشنز كده على السبانينج تري. اول ما تعمل انيبل بورت فاست على الانترفيس
بيبدأ يتشيك الانترفيس ده اكسس ولا ترانك، اكسس او ترانك. اوكي طيب اكسس او ترانك ما عنديش كونسيرن ان يكون اكسس او ترانك، هنعرف ايه الموضوع دلوقتي، لان في الاثنين دول لو السويتش نفسه ما بيعملش ريسيف، ما فيش بي بي دي يو جت هنا كده، هتفضل البورت فاست انيبل. وانس ان الانترفيس يجي عليه بي بي دي يو هيخسر على طول، ده اوتوماتيك، يعني دي اوريدي بيلت ان بروتكشن ميكانيزم، ده اوريدي حاجه موجوده في السبانينج تري بورت فاست. وانس ان هو استلم بي بي دي يو على انترفيس انيبلد عليه بورت فاست، هيحصل ايه؟ كانك مش عامل بورت فاست بالظبط، وده يحميك عشان ما يحصلش لوب في النت. لازم اكون عارف المعلومه دي. طب بالنسبه احنا اتفقنا ان الانترفيس كاكسس بورت خلاص، يعني اول ما اعمل عليه بورت فاست مش هيحصل عليه مشكله، انما لو هو ترانك هتقولي ما هو لو ترانك يبقى اكيد بيجي عليه بي بي دي يو. لا مش شرط، ممكن يكون الانترفيس اللي عندي ترانك بس ما بيجيش عليه بي بي دي يو، وعايز اقوم عليه برضه في نفس الوقت ايه؟ سبانينج تري بورت فاست عشان يقوم بسرعه. زي مين؟ راوتر اون ستيك، راوتر 6 هنا الانترفيس 1 على 2 معمول ترانك صح؟ بس هل راوتر 6 بيبعت بي بي دي يو؟ ما بيبعتش بي بي دي يو، ففي نفس الوقت انا محتاج اعمل ايه؟ اقوم بورت فاست على 1 على 2. ففي الكوماند بتاعي بقول له سبانينج تري بورت فاست سبيس ترانك، انا بعرف ان دي انترفيس ترانك، وتقوم عليها ايه؟ بورت فاست فيتشر عشان ما اخسرش البنفيتس من ورا البورت فاست. وانس ان يجي لي بي بي دي يو على انترفيس ترانك بخسر على طول بورت فاست بتاعتي، وبتحول لبورت ويبدا يتحرك من ليسن تو ليرن وليرن تو فورورد من غير ما يبقى في اي تاثير على النتورك بتاعتي. اوكي هنا لما جه قال لي استخدم بورت فاست على كل الراوترز الموجوده عندي، قال لي هنا في الاخر منشن صغير كده دو نوت يوز اني جلوبال سبانينج تري كوماند. انا عندي كوماند بيقول ممكن انيبل السبانينج تري بورت فاست على كل الانترفيسز الموجوده عندي على الراوتر اللي ما بيجيش عليها بي بي دي يو، بمعنى اصح الاكسس لاير كلها، لان ما ينفعش يبقى عندي في الاكسس لاير سويتش برودكشن نتورك سويتش 48 بورت، في منه ثلاث لينكات هم اب لينكات طالعين للديستريبيوشن سويتش زي مثلا، الباقي عندي 45 بورت رايحين لبي سيز او سيرفرز. ففي الحاله دي اكيد مش هدخل على كل بورت من دول اعمله سبانينج تري بورت فاست، فيكفي ان انا اقوم داخل على الجلوبال كونفجريشن واقدر استخدم كوماند اسمه سبانينج تري بورت فاست ديفولت. ده الكوماند بيعمل ايه؟ بيخلي كل الانترفيس اللي على السويتش تبقى انيبل بورت فاست، وانس نيجي على ترانك هيقفلها على طول، وبيعمل الكلام ده على الانترفيسز الاكسس. اوكي هو هنا في التاسك ده يعني اللي فوق قال لي اعملها على مستوى الانترفيس السطر اللي قاله، انما جه هنا قال لي امسح الكونفجريشن اللي فاتت واعمل سبانينج تري على السويتشز عادي برضو على الانترفيسز، بس دو نوت يوز اني انترفيس ليفل، فمعنى ذلك انه عايزها سبانينج تري بورت فاست ديفولت. فاي كان انا اروح كده على سويتش واحد اعملها اكزيت سبانينج تري بورت فاست ديفولت. هو هيدي الكوماند هنا في الاي يو يو، فخلاص ناخد الكوماند دوت ونعمل له كوبي بيست في كل السويتشز. كده انا عملت لها لكل الانترفيسز. لو جينا عملنا تيست على اي انترفيس اكسس السويتش يعني راوتر 2 ده مثلا، لو جيت قومت عليه بينج هينقل على راوتر 2، راوتر 2 كده ما كناش عملنا عليه كونفجريشن كام؟ سوري بينج على 204.12.1.5.4 ريبيت. اوريدي واقف على راوتر 2، اه راوتر 2 مش هو اللي هيوصل ده راوتر 4 المفروض نقف عليه. نقول له ريبيت طلع بينج يبقى شغال، هروح على سويتش 2 اقول له انترفيس ايثرنت 1 على 4 1 على 0 شت داون. طلع اروح على اوتر 4 الاقي البينج وقع. لو رحت مره ثانيه على سويتش 2 قلت له نو شت داون الاقي البينج مره ثانيه راجع على اوتر 4، يبقى كده هقول عليه انيبل بورت فاست. في كوماند يو كان تستخدمه اي ثينك شو سبانينج تري بورت فاست، لا يبقى شو show interface ethernet 1 على 0 port fast
ايثرنت ايثرنت واحد على زيرو بول تيست. I think إن هو كان بول تيست شوز شو انتربريز ايثرنت واحد على زيرو بول تيست مفيش بول تيست شوز تلمتري انتربريز ايثرنت واحد على زيرو بورت تيست مظبوط كده. قال لي نو سبانينج تري انيبلد على واحد على زيرو. انا على سويتش واحد دلوقتي واحد على زيرو مفيش عليه الكوماند ده، فلو اخدنا الكوماند ده كده كابي وحطيناه على سويتش اتنين من المفترض ان يقول ان هي انيبلد على الانترفيس ده. اتحرك كده الاول للصرف فعلا على الانترفيس ده، وبالنسبه للدي لاين دي معمول لها انيبلد. اوكي احنا كده استخدمنا فور فاست مفيش مشكله. إيه لو عملناها على واحد على اثنين، شوف على واحد على اثنين ان ترانك لينك، لو تلاحظ ان هي معمول لها كده ديسيبل دلوقتي صح؟ ليه؟ معمول لها ديسيبل، يعني لو انا دلوقتي ببنج من راوتر واحد دو بنج على 155 واحد واحد اربعه سته دوت سته ريبيت ريبيت كتير كده. إيه لو رحت عند سويتش اثنين ورحت قلت الانترفيس نقول له برضه دو ديباج سبانينج تري ايفنت، ونقدر نقول له تاني انترفيس ايثرنت واحد على اثنين اقول له شت داون. بعد كده اقول طبعا الاقي راوتر واحد وقع بينج راوتر سته سوري سويتش سويتش اثنين مره ثانيه هقول له نو شت داون. هلاقي انه بدأ يتحرك، بص راح وقف في الليسن اهوت، وبعد 10 ثواني احنا لو لاحظنا 39 29 هلاقي ان بعد 10 ثواني دخل ليرننج بناء على التايمرز الجديده بتاعتي فعلا اهوت 29 39 10 ثواني بقى ليرن. ترى بعد 10 ثواني كمان هلاقيه بقى فورورد. طبعا الكلام ده ما ينفعش، قلت طب انا استخدمت سبانينج تري ديفولت صح؟ طبعا هي ما عملتش حاجه ليه؟ لان انا فاكر هي بتعمل على انترفيس الاكسس بس، لازم اروح على انترفيس ايثرنت واحد على اثنين اقول له spanning tree port fast trunk. عملت لها انيبل كده، تعال نقول له شت داون. طبعا البنج عليه مره ثانيه وقع عند سويتش اثنين هقول له نو شت داون، هلاقيه جامب تو فورورد على طول، راح لفوروردنج على طول من بلوك وراوتر واحد كمل البنج بتاعته. يبقى نستفيد من الكلام ده ان spanning tree switch spanning tree default port fast default بتتعمل على الاكسس بورت بس، انما اللينكات ترانك لازم تروح انت تعملها بنفسك. اوكي استفاده ثانيه لازم نكون واخدين بالنا منها، وهي جزئيه ان البورت فاست مش بتعمل اكسلريت بس او بتشورتن التايم من البلوك تو فورورد. احنا عارفين ان اي تشينج في السبانينج تري بيبدا يبعت حاجه اسمها توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن تي سي ان، والتي سي ان دي عباره عن بي بي دي يو وهي المسؤوله عن عمليه السبانينج تري كونفرجنز. كان هدفها الاساسي ان هي تبدا تعلم الروت بريدج ان في تشينج حصل في النتورك، وبالتالي الراوترز سوري سويتشز كلها تبدا تادبت مع التشينج ده. بمعنى اصح مره ثانيه لو راوتر 6 مركز مع بعض كده حصل داون للانترفيس من غير بورت فاست، اوتوماتيك على طول سويتش 2 اول ما يحس باي تشينج في النتورك يبدا يعمل ايه؟ يبدا يبعت للروت بريدج بتاعه تي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن، ويبدا الروت بريدج يبعتها لكل الايه؟ السويتشز بتاعته. اوكي طب في الحاله دي تي سي ان دي بتعمل ايه؟ يعني ايه المشكله ان الناس تعرف يوصل لها تي سي ان؟ اولا سويتش 2 ايه اللي يخليه اشغل بالي ويخلي سويتش 2 كل ما في انترفيس في الاكسس لاير اللي هم ال 45 بورت اللي كنا قلنا عليهم، كل ما في انترفيس فيهم يحصل له تغيير يتبعت بيه توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. اولا ده اوفرلود، بلس كمان ان اي سويتش بيجي له تي سي ان بيبدا يعمل فلاش للماك ادرس تيبل بتاعه كل الناس اللي مش اكتف وبتعمل فورورد. بمعنى اصح احنا عارفين ان الماك ادرس تيبل لاي سويتش له ماكسيمم ايج تايم باي ديفولت 300 ثانيه تمام. ده الديفولت ايجنج تايم لمين؟ للناس الموجوده في الماك ادرس تيبل لو هم ما بيعملوش اكتف. يعني زي مثلا ده ما بيبعتش لمين؟ كان في فيلان 43 هنا ما بيبعتلوش لمده 20 ثانيه 50 ثانيه 70 ثانيه 80 ثانيه، من المفترض ان انا اكون سايبه فين؟ ماك ادرس تيبل. قال لك على طول على طول مباشره وانس ان سويتش واحد بعت التي سي ان اللي هو توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن سويتش 3
سويتش 3 هيبدا يعمل ايه؟ يشورتن الماكس ايج تايم ده ل 20 ثانيه، وكل الناس اللي هي مش اكتف وبتبعت هيتعمل لها ايه؟ فلاش. وبالتالي هنبدا نعمل عمليه بري ليرنينج مره ثانيه للماك ادرس الناس اللي كانت واصله بينا. يعني لو في عندنا بقى ناس نتورك كتيره كده كانوا واصله هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا بالنسبه لي انون على السويتش. اول ما في حد فيهم يجي يبعت الداتا هتروح للسويتش، الديستنيشن ما هيبقاش، مش هيبقى معروف، الناس دي كلها كده مش تبقى معروفه، اتمسحت من الماك ادرس تيبل. سويتش 3 لما بيجي له ديستنيشن مش موجوده عنده في الماك ادرس تيبل بيعمل ايه؟ بيبعتها انون يونيكاست فريم، صح؟ انون يونيكاست فلودنج، يعني بيبعتها برودكاست لحد ما يبدا يتعلمها. وبالتالي كل ما يحصل تشينج في النتورك نبدا نعمل السايكل الكبيره دي في النتورك. اوكي، ده يبقى كويس جدا للانتر سويتش لينكس، اللينكات اللي ما بين السويتشات دي. لما في لينك الناس كلها تعرف، لان بالتاكيد هنبدا نغير في الماك ادرس تيبل، لان على سبيل المثال لو اللينك سويتش 4 شايف اللينك دي هي روت فورورد، لو وقعت في انترفيس تاني على مثلا سبيل حس الكلام ده سويتش 2، سويتش 2 بعت تي سي ال، انه كان متعلم ان الماك ادرس بتاع الفي لان 146 شايفها على الانترفيس ده، لا المره دي ما عادش هينفع، لازم هيتعلم الماك ادرس زي مثلا على الانترفيس ده او على الانترفيس ده. فهنا لازم التي سي ان تبقى مفيده، تبقى اصبحت مفيده وبتعمل لي كونفرجنس في النتورك. انما للبي سيز اللي هم الاكسس لاير دول كلهم كده ملهاش لازمه بالنسبه لي، صح؟ لما يحصل عند حد فيهم تغيير يشغل النتورك كلها. فلذلك سكاننج تري فولد فاست، لما السويتش بيحصل عنده تغيير في لينك اب وداون بالنسبه للمعمول عليه انيبل بوت فاست ما بيبعتش التوبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. اي ثينك ان احنا لو جبنا الديباج بتاع سويتش 2 هلاقي ان قبل ما اعمل سبانينج تري بوت فاست لما ما عملتش داون للانترفيس هتلاقي ان انا بعت تي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. اي ثينك ان هي ممكن عملنا ديباج تطلع عندنا مفيش مظبوط، هنا انا ما عملناش داون خلاص نيجي هنا مع بعض كونفيجريشن ميتنج تبولوجي تشينج طلعت تحولت على 1 على 2 سويتش 2 حاسس ان في تبولوجي تشينج نوتيفيكيشن بعد تحولت سمت تبولوجي تشينج نوتيفيكيشن لما يحصل عندي تشينج بعد تبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. انما هنا لما غيرت الدنيا مره ثانيه ما حصلش عندي اي حاجه راجع عمل جامب من فورورد للبلوك او بلوك للفورورد. ده لما الانترفيس يعني اشتغلت مره ثانيه لاحظ ان انا حول الانترفيس ثاني. اوكي، يبقى احنا كده فهمنا الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. الموضوع سهل وبسيط. شايف ان الفيديو بقى وقت كبير، حاول ان شاء الله اغطي بقيه التوبكس بتاعتنا في الفيديو اللي جاي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.